الجنة تطلب من من؟ جنة إشباكيتي خاصتني؟ تطلب من الله سبحانه وتعالى. إشبا رب علامتي خاصتني؟ وكذلك الرزق. رزق جئسا. لا يطلب إلا من الله. رب علامي بيشتري بوت كاسينو خاصتني. الله سبحانه وتعالى قال. رب علامي ديجا. فابتغوا عند الله الرزق، يعني عند لا تطلب الرزق إلا من الله. رب علامي ديجا الرزق يخو إشبا رب علامي بوت كاسي بيشترنا غازا. فلا يمكن أن يطلب الرزق من التجار، من العلماء، من الأمراء، من الملوك، من السلاطين، من الرؤساء. سويج أم رزق جي تو كاسي ناغازن أم ناج أميرا نا حاكما ندا باتشا أم جراب بعلم بيشتر رزقي خوبا تو كاسي ناغازن.